أيمن تبارك الله يعني أيمن هذا العام فين ناس قرا 9 ان شاء الله يعني هذا العام هذا عندك 9 دابا شنو كتسمي في المكتب واش كتشري كسوبه ولا خدام لا انا خدام وشنو اللي خلاك هو دابا تخدم شنو كيعجبني نقرا كسوبه عاد باش نقعد نخدم مكتب شكون جابك دابا تخدم مكتب واش سينا جيتي ولا من الحومه لا من الحومه يعني سينا جيتي عندهم قلت لهم انا نخدم معاكم اه وشنو هو المقابل دابا هذه الخدمه هذه شنو عندي مقابل بزاف كنعرف كتوبه لا مقابل الخدمه ديالك دابا مي عاد تخدم كضرب مع واحد الساعه يعني كتعوض كتوبه تفاصل الخلصه ديالك شنو غتكون هي اللي جاب الله هاد كوبيه انا قلت ربما يقدروا يعطيوك كتوبه دابا لا خدمتي يعطوك كتوبه مزيانه مزيانه مضخمه علاش ما عملتي شي معاهم هيدا تاوهم لي تاولك كتوبه يعني ما خلصتي فيهم والو لا ايوا هادي راه مزيانه انت ربحتي كتوبه ودابا شنو كتبيعوا هنا كنبيعوا كتوبه الكتب الثقافيه الادوات المدرسيه كنبيعوا كل شيء خي العربي تبارك الله يعني. الله يبارك فيك اخي ابراهيم انت مزيان الحمد لله مرحبا بنا عندك الحومه تشوف اخي ابراهيم الله يرحم والديك خي العربي الا سقسيتك اليوم اغلى مانيتا عندك هنا مانيتا انت عارف 350 مثلا 350 فين هي مانيتا 350 بحال هادو مثلا يعني 350 كتبقى 300 درهم 320 وارخص مانيتا عندك هنايا ارخص مانيتا هي عاود كاينه هادي 40 درهم كاينه هادي 220 كاينه بحال هادو كاين شي موديلات اخرين داخل هنايا عاود بحال هادو هادو بشحال الثمن ديالو؟ هادو 250 بقاو 220 يعني قاليتو حاجه مزيانه عاود مالي تنزيونا عاود على هي الثمن كاين شي موديلات اخرين هنايا عاود بحال هادي شي حاجه كاليتي عاود يعني كاين بحال بناس بحال الدراري الاسئله بحال بحال ومن ناحيه العام الاقبال يعني الاقبال كاين الحمد لله الخير موجود الله يكثر الخير تيضرب امين انت قلتيها مزيانه بعد الله يرحمك اخي ابراهيم الله يعزك العربي وشكرا بزاف ابراهيم اخي شكرا عبد الرحيم تبارك الله يعني حميم لك خير اش باسك كتسرى في الحومه تشوك شنو اليوم كتعمل الحومه تشوك الصباح شري كسوب شريتي كسوبه ولا باقي باقي عاد كنشري دابا تشري كسوب من المكتبه ولا تشريهم من الزنقه لا نشريهم من الزنقه وعلى الزعم كيتعاونوا معاه شوما كي عندكم مره مره في العام اشديد والله الا واعرض جاجين هنا باقي محتاجين فيك يعني كتسعاو مع الشباب اللي كيكون في الزنقه حتى من الناحيه الاسمنه كتكون ناقصه شويه دابا سينا هو كبير في الدار ونتا والله هو صغير انا هو كبير في الدار تبارك الله اذا عندك خوتك صغارين كيقراو عندي اختي صغيره يعني دابا باك مسكين كتحاول ما امكن تعاون معاه تجيب له داكشي جديد اقل ثمن ياك تبارك الله عليك الغزال عبد الرحيم هاد الصيفيه واش خدمتي واش سينا ولا تشري كسوبه اولا باك ولا عشري الكسوبه ديالك انا ولا نشري كسوبه باك لي عشري كسوبه ولا نسينا؟ نسينا يعني فين خدمتي؟ كنبيع كسوب برافو ليك شتي تبارك الله على عبد الرحيم خدم في الصيف باش يشري كسوبه في الشتوي دابا الشباب ما كيخدموش في الصيفيه شنو غتقول لهم؟ يخدموا باش يتعاونوا مع الوالدين ديالو باش ما تجيش عليهم قاصحه كل شيء في دق yeah. مرضي مع راسك عبد الرحيم خاي حمزه تبارك الله الله يكبر فيك اخي ابراهيم شو الشباب مكافح تبارك الله الانسان كينوض كيكافح كيعمل المشروع ديالو هذاك الشيء اللي كاين دابا المشروع هذا واش عندك موسميه ولا دائم لا اي موسمي راك على حساب المناسبات وصافي يعني كتمشي تسنى كتسخر باش كدير البركه ديالك قليل كنحيدو عاود الكتوبه كيجيو القندوره كنديروا القشوه كنديروا اي مناسبه يعني كنمشيو له حساب مناسبه طيب حمزه شنو عندك دابا هنايا اليوم كاين اللي بغى يجي كاين مثلا كيبان لي كلشي كلشي كاين كاين التفاصيل الادوات كاملين غير الكتب اللي ما عندناش دابا باش نقولوا واحد الحاجه كنقولوا هادو اللي كيكونوا في الشارع كيكونوا الثمن ديالهم رخيص على المكتب ضروري يعني هنايا كتكون الامور بعدا شويش على الدرويش المكتب راك عارف نمشي زيد لك واحد 5 درهم بياسه ولا شنو هي بالنسبه للادوات اللي راه كلشي ناقص للمكتب كاين التفاصيل عاود ناقصين المكتب راك عارف كيدوك لك الكتب وصافي يعني انتم تتابعوا مع عاود تينا الامور ديالك هنا دابا بليمي مثلا كنتعاملوا مع الدراويش وصافي فهمتي الثمن ديال بليمي شحال؟ كاين 20 كاين 40 كاين 30 اللي بغا يجي مثلا الضيف سردمية اللي معروف دائما مطلوب مضروب 5 دراهم 5 دراهم الثمن مناسب الثمن ورينا الضيف سرد 5 دراهم اهو
كيبيعوا 8 درهم من الكتابه يعني كيسبع 8 درهم في المكتب الثمن مناسب ونهضروا على ماليطه مثلا انا عجبتني هاك هذه كنبيعها ب 220 بالحق راه كاع متعدله ماشي هذه 220 تبقى الثمن 180 هذه شحال هي تكون عندك انا اغلى ماليطه هنايا زعما لا كاين هذيك دروي راه هي راه شوفوا اغلى ماليطه ما كاين ما اغلى مالي هذيك عثمان ديك دابا عثمان اغلى مالي تا خاوا فين هي هادي كاين 300 درهم دروات حاجه مزيانه ها هي تروب ديال هاي تروب ديال اشني بالك اخاي سفيان الساده 300 حق فيها مفاهم ضروري مفاهم حاجه ثمن دراوش هادي يلا هذا عيمه شافني كنصور ويقول لي واحد الهضره مزيونه طبيعه الحال صراحه انا ملي ما بقاش دفشر ديال الفهد وديال الضبع يعني ديال الجيل ديال التسعينات والثمانينات بكل صراحه ما بقات لا دراسه لا والو القرايه تبدلت بطبيعه الحال تبدلت يعني الان يعني ولات غير ماديه ولكن يعني النيفو يعني النيفو ما كاينش هذا هو الاشكال يعني الطامه الكبرى كاع دابا انا قلت لك شحال هذه شنو تبدل بين فرق شحال هذه وفرق الدار حتى الثقه ديال الاستاذ ولو المعلم يعني ما بقاش كيحبب هذيك التلميذ المدرسه بطبيعه الحال هذا هو التلميذ رجع كيمشي مدرسه يعني خاوي كيمشي خاوي وكيرجع خاوي هذا هو الاشكال انا كما قلت لك يعني هذا الوقت هذا ولا غير وقت مادي صافي فقط لا غير عيار غير اراء صافي يعني واش عندك مستوى ولا ما عندكش هنا عطاك يعني الله الصحه اخي شكرا بزاف تبارك الله كاين بعض المدارس كيفرضوا بلايص ضروري كاين بعض المدارس يعني كيعفيو التلاميذ بلايص واش ثم ضد الفكره اولا مع هذه الفكره هذه السلام عليكم وعليكم السلام انت نسينا جبرتك من السعد ندخل المدرسه تبارك الله يعني ضروري دابا الدخول المدرسه خصكم تكون مستعد مع الوليدات ديالك وتكون مستعد باش تشري لهم مكتوبه وتوقف معاهم باش يقراو هذا هو اللي مهم عندنا الاب هذا هو الدور ديالو في هذه المهمه هذه يعمل المجهود ديالو ضروري هذا هو الدور ديالنا ودابا تبارك الله شحال عندك شحال عندك ذو الوليدات عندي دابا ثلاثه تبارك الله يعني عندك واقيلا دابا خصك الغريق ايوا واش غدير دابا راه كتبه غاليين ومع الزياده ديال الاسعار الله يحسن العوان للجميع وصافي دابا شريتي لهم كتبه كاملين لا باقي ما تقديتهمش كاملين وكيفاش كيبان لك يعني من ناحيه الاثمنه ديال الكتبه هذا العمال غاليه كاين زياد يعني شحال تقدر تقام عليك دابا ملي يلاه بديتي تسخر شحال تقدر تقام عليك هو مع الضوء مع الاداء الشهري والتسجيل يعني ما بين 1200 دابا اللي حطيت وباقي ما كملتش تبارك الله في الحضان هذا بحال عيد جديد هذا ايوا راه ماشي غير عيد هذا راه العيد الثاني هو بحال دابا انا جبرتك شريتي كتوبه وعملتي فيهم قفيفه وزدت عليهم قفيفه ايوا سترناهم وصافي هادشي اللي كاين فعلا كاين الناس اللي مساكن يعني ما قادرينش يشريوا هاد الادوات هاد والله يحسن العوام راه الناس راه صعيب الحال دابا مع الدخول المدرسي مع الصيفيه مع العيد الكبير يعني حاجه تبع حاجه راه صعيب الحال خي جواد دخلتي بنيسه ولا الولد مدرسه الولد اش من مستوى عنده الثاني تبارك الله شريتي كتبه ولا باقي باقي وصعدتي سيدي ايوا ماديا والو فهمتي يعني مشيتي سقسيتي على الكتب هذا العام هذا باقي شنو اللي خلاك ما تمشيش تشري الكتب هذا ماشي دابا باقي هاد اليومين سان شوفوا شنو اللي كاين فهمت يعني هما كيقولوا مقرر تبدل واش عندك على شي فكره لا والله ما انا تشري ديك الوريقات باش تشري صافي هادشي اللي كاين بابا راهي والله ان شاء الله يا ربي دابا الابن ديالك يكون شي مستوى مزيان والمستقبل كنتمنى يطلعوا احسن منا ان شاء الله الله يبارك فيك اخاي ابراهيم تبارك الله عليك مرحبا بك عندنا في حومه الشوك حي بن كيره كيبان لي عندك بلايص عندك بيلس عندك كل شيء هنا مرحبا بالجامع كنبيعوا جميع الالبسه ديال المدرسه من الطابليه معروفه عندنا هنايا ببلوزه بيله مدرسيه الاثمنه شحال كتصراوح فيهم؟ اثمنه مناسبه اخاي ابراهيم ابتداء من 30 درهم نقولوا الناس الحومه الشوك مرحبا بكم عند العربي خاي العربي نسينا عندك شي وليدات مرحبا عندي شي وليدات ابراهيم اخي ان شاء الله كيفاش استعدتي معاهم في هذا الاستعداد المدرسه؟ استعداد عادي اخي ابراهيم فحالنا فحال جميع مواطنين وكاينه شي غلا شريتي كيفاش باقي اليوم عاد سجل ان شاء الله باقي باش نمشي مدرسه كتبه مكتبه شنو كاين ان شاء الله عاد طل المكتبه تشوف شنو تما ان شاء الله اخي ابراهيم مرحبا وفين عندك الوليدات كيقراو هذا العام كيقراو في المستوى الثالث والرابع ان شاء الله يعني كتفضل تشري لهم دابا من ناحيه كتبه جدادين ولا واخا يكونوا يعني بالين مستعملين لا ان شاء الله نشريو لهم كتبه جدادين ان شاء الله باش يقراو ان شاء الله يقراو في جديد باش كتجبر كل شيء مكمول فهمتيني مكتبه كتمشي عند الورقه كتعطيها قال لك كل شيء ان شاء الله
ودلا سقسيتك على الاقبال دابا البلايز، يعني كاين الاقبال الحومة الشوك؟ المهم تقريبا اخي نوعا ما واحد 50% تقريبا، ماشي اقبال كثير حسب ان الوضعيه هشه شويه، الناس ضعافين شويه، الحاله ما كتسمحش الحاله الماديه، يعني حي شعبي معروف، حي بن كيران حي شعبي، كيشمل جميع الطبقات، طبقه خصوص الطبقه الفقيره، يعني هنا اغلبيه الناس الحاله ديالهم متواضعه الا القليل اللي يفتح لي الله سبحانه وتعالى. يعني حتى الاسمنه كتحاولوا ما امكن تكون اسمنه من اسم. طبعا حنا كنخدموا مع واحد الطبقه اللي يعني معروفين هنا، حنا كنخدموا هادشي ديال المدرسه معروفين كل سنه الحمد لله، كنخدموا مع الناس بصفه عامه يعني فهمتيني، واغلبيه الشرائح اللي قلت لك هي شريحه المجتمع اللي كنخدموا فيها، شريحه اللي معروفه على الصعيد تبارك الله الوطني. الحمد لله. المهم حنا كما كصرا حنا هنايا كنميلوا الدرويش كيسعوا مع بعض، كنميلوا كنميلوا دوك الحاله الاجتماعيه بزاف فهمتيني، كنحاولوا ما امكن نوفقوا بين كل شيء، نرضيو كل شيء اللي عنده واللي ما عنده، ما عندنا حتى شي مشكل الحمد لله، اللي كتجي عندك كنعطيوها واللي ما كتجي ما عندهاش حتى هي كنعطيوها، ما عندنا حتى شي مشكل فهمتي. يعني كنحاول ما امكن تعاون. طبعا لان حنايا في واحد الموقف حتى حنا بيدنايا فهمتيني ولات الشعب منك واليك فهمتي. تبارك الله عليك العظيم، شكرا بزاف. الله يبارك فيك، شكرا بزاف على الزياره ومرحبا بك فرصه قادمه ان شاء الله. الاسم ديالك؟ عبد الله العاقل. تبارك الله عبد الله، شنو الاسم ديالك؟ نعيمات. اجي قوسي العطله ديالك مزيان الصيف؟ لا دوزها واعره. ودابا هذا العام هذا كيفاش غتقرا؟ واش مزيان ولا باقي كونجي؟ وضروري نقرا مزيان، كونجي صافي تالا. سلام. دابا هذا العام هذا شنو غيكون عندك؟ ان شاء الله الاولى اعدادي. مسيره موفقه ان شاء الله. نسينا؟ انا سنة باقي كونجي. لا باقي لا. صافي غتبدا تقرا مزيان دابا ان شاء الله. هذا العام هذا شنو عندك؟ انا عندي سبعه. سبعه يعني من الساعه تقرا هذا العام هذا كامل؟ اييه. زممتي كتوبه دابا على حسب الدخول المدرسي ولا باقي؟ لا باقي. واش بديت ولا باقي؟ لا باقي، كعاد كنعرفوا فين جينا في الاقسام. خاي بلال تبارك الله عليك. تبارك الله عليك اخاي ابراهيم. خاي بلال تبارك الله مورد، كيبان لي مكبيره صغيره عندك هنا. كاين وجود الخير. من ناحيه الاسمنه؟ كاين الاسمنه زايده شويه هذا العام. يعني دابا ارخص ماليطه عندك هنا؟ ارخص ماليطه كاين هذه 90 درهم. هذه 90 درهم. قدي بعد. واغلى ماليطه عندك هنا؟ اغلى مليطه كاين هذه 350 درهم. 350 درهم. وشنو الفرق كيكون بيناتهم؟ كاليتي وبزاف الحاجات. وهذا العام هذا كاين الاقبال على مواليط شويه شو السهل، يعني ما كاينش ديك الاقبال بحال العام اللي فاتوا. لا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.